قسم هندسة تقنيات الحاسوب. المرحلة الثالثة تصميم منظومات الزمن الحقيقي Real-Time Systems Design RTS Real-Time Systems Design Laboratory Experiment No. 5 Analog to Digital Converter ADC فاضل محمد علي صالح. مختبر تصميم منظومات الزمن الحقيقي تجربة رقم 5 محولات الإشارة التماثلية إلى رقمية. المحاضرة تشمل المحاور التالية Introduction مقدمة Free Running of ADC التشغيل الحر لـ ADC Interfacing of ADC with Microprocessor Simple Input Mode ربط الـ ADC مع المايكروبروسيسور في نمط الإدخال البسيط Interfacing of ADC with Microprocessor Handshake Mode ربط الـ ADC مع المايكروبروسيسور نمط المصافحة Interfacing of ADC with Microprocessor Interrupt Mode ربط الـ ADC مع المايكروبروسيسور باستخدام المقاطعة Practical ADCs المحور الأول Introduction ما هو الـ ADC؟ الـ ADC هو عبارة عن جهاز إلكتروني دائرة متكاملة It's an electronic device electronic component مبنية على شكل Integrated Circuit IC من النماذج المشهورة جدا من الـ ADCs المشهورة هو الـ ADC 0803 ADC 0804 05 06 08 إلى آخره هذا هو من أشهر أنواع الـ ADC وما هو الـ ADC في المحاضرات النظرية شرحناها هو عبارة عن electronic device عملها تقوم بتحويل الإشارة التماثلية الـ analog signal إلى digital signal وهو يعتبر من الوسائل الإدخال للحاسبة أو المعالج الدقيق إذن هو يعتبر كإنبوت بورت يستلم الإشارة التماثلية من الحساسات السينسرز ويحولها إلى ديجيتال ومن ثم ينقلها إلى الحاسبة طبعا هذا النوع ADC 0803 يتكون من 20 بن 20 طرف مقسمة كما يلي ثمانية أطراف هي للداتا أوتبوتس من الليست سيغنيفيسنت بت إلى موست سيغنيفيسنت بت اللي هي دي بي 0 إلى دي بي 7 هذا الأوتبوت الإخراج بالنسبة للأي دي سي عندنا أنالوج إن الأنالوج إن أيضا في إن بوزيتيف في إن نيجاتيف إذن هو يأخذ ديفرنشيال إنبوت ممكن نسوي سينجل إندد إذا ربطنا ال في إن مثلا ماينس إلى جراوند فنأخذ بس ال في إن بوزيتيف أو نأخذ ديفرنشيال إنبوت أو ممكن نأخذ سينجل إندد إنبوت عندنا أيضا ال في ريفرنس ديفايد باي 2 هذا البن رقم 9 وعندنا ايضا الـ VCC والـ Ground والـ Analog Ground طبعا والـ Digital Ground موجودات هنا الأطراف ايضا عندنا الـ Clock ممكن انه داخله موجودة Clock ممكن انه بس فقط تربط له على مقاومة خارجية 10 كيلو متسعة تأخذ من عنده Clock عن طريق الـ Clock R و Clock N من هاي البنات الـ 19 والأربعة تبقى عندنا أي الكنترول سيجنال كنترول سيجنال هي أربعة بنات أربعة أطراف اللي هي chip select اختيار الآي سي رقم واحد الريد الرقم اثنين اللي هو يمثل لنا output enable الريد عندنا رقم ثلاثة هو write اللي معناته start of conversion write وعندنا الانترابت بن رقم خمسة اللي يمثل لنا end of conversion فعندي start of conversion هو write وال end of conversion هو الانترابت والoutput enable هو الريد والchip select هي اعتيادية موجودة في معظم الICات هذه هي مكونات هذا الADC 20 pin المحور الثاني
free running of ADC. Free running of ADC. Free running of ADC, هذا الرابط يسمه free running connection. إنه أقدر أشغله لل ADC بدون ما أربطه مع مايكرو بروسيسر أو مع حاسبة. سمي free running يعني يشتغل stand alone، يشتغل لوحده بدون ما أربطه مع حاسبة. الربط بسيط جدا طبعا، بعد ما أربط الجراوند وال VCC وأربط قلنا مقاومة 10 كيلو و150 بيكو فارد متسعة حتى أغذي بالكلوك إن على بن 4. هنا عندي الشيب سيلكت رقم 1 والريد اللي هي أوتبوت إنيبل هي أكتب له، أربطها أرضي حتى أسويها دائما أكتب. أربط هنا أنا أسوي كلوز لوب بين الانتربت والرايت، يعني بين الستارت أوف كونفيرجن والإند أوف كونفيرجن، نسوي شورت سيركت بين بن 3 و5 وبس لبداية التشغيل أربطها إلى سويتش إلى أرضي، فقط بداية التشغيل أبديها أشغلها وثم هي تبدي الشغل نفسها بنفسها. كلما ينتهي تحويل يكمل الانتربت يعيد يسوي رايت يسوي ستارت أوف كونفيرت ويبدأ دورة جديدة للتحويل. الإشارة طبعا مربوطة عندنا هنا، نربطها بين VN و VN positive وال VN negative، ربطناها ground حتى أحولها إلى single-ended signal. الداتا أوتبوت طبعا موجودة عندي من بن 11 إلى بن 18 اللي هي بن 18 هو الليست ال LSB الليست significant bit DB0، بن 18 وعندنا بن 11 هو الموست MSB most significant bit اللي هي DB7، فمعنات ان هذا الـ ADC هو 8 بت 8 بت الريزوليوشن مالته 8 بت، معناته عنده كم كوانتايزنج ليفل كوانتايزيشن ليفل او كوانتايزنج ليفل 2 اس 8 عنده 255 ليفل، يبدا من 8 اصفار الى 8 وحدات. اما الفول سكيل الانبوت مالته ايش قد ياخذ الفول سكيل، فهذا يعتمد على الـ V reference. طلعها طبعا من الداتا شيت نشوف ايش قد نربط على الـ V reference by 2 حتى نحدد الرينج او الفول سكيل. فضمن الداتا شيت الموجوده بالداتا شيت مال هذا الـ ADC انه اذا نتركها بدون ربط فلوتنج نترك الـ V reference هو ياخذها من عنده داخليا ياخذها الـ VN، فمعناته انه الفول سكيل مالته هو 5 فولت، فيشتغل عندنا من 0 الى 5 فولت. اذا ادي الزيرو في ان تعادل 8 اصفار 0 0 0 0 الى اخره، وعدي ال 5 فولت انبوت تعادل لنا اف اف 8 وحدات او 255، يعني اذا انطي 5 فولت ينطيني اف اف 255 بالاوتبوت، واذا انطي 0 ينطيني 8 اصفار. ومن هذه نقدر نطلع بسهوله معادله التحويل. هذا هو الفري رانينج كونكشن. الآن راح ننتقل إلى الدائرة العملية، راح نربطه بدائرة عملية ونشغله. طبعا الأوتبوت شلون نشوف الأوتبوت، نقرأ الأوتبوت، الأوتبوت نقرأ بطريقتين، أما أنه نستخدم الفولت ميتر ونقيسه كفولتيات على الأطراف البنات من بن 11 إلى بن 18، نسجل كل بن هل هو ground أو VCC فنقدر نعرف هذا logic 1 أو logic 0، أو نستخدم له للوضوح أكثر وللسهولة لدات كل بن نربط عليه لد ومقاومة، فمعناته أنه يا بن يكون 1 أو 0 حسب ربط اللد أنه أنت رابطه للأرضي أو للVCC. احنا راح نربط اللد طبعا إلى الطرف ومقاومة إن نربطها إلى الجراوند، فمعناته يكون on لما يكون البن واحد. من بهالطريقة أقدر أحدد الـ data output of the ADC. راح أربط على الـ VN هنا بالتجربة، راح نربط potentiometer بين الـ 0 volt ground والـ 5 volt وأبدي أغير الـ potentiometer وأحصل على القراءات المختلفة من 0 إلى full scale 5 volt، وأراقب الأوتبوت كما سنلاحظ في الدائرة المربوطة.
هذه هي أمامنا هي الدائرة ربطناها، ربطنا الأوتبوت طبعا 8 من بن 18، من بن 11 إلى 18. قلنا بن 11 هو الموست، بن 18 هو الليست، كل بن ربطنا إلى مقاومة ودايود إلى الأرضي، وربطنا طبعا الفي سي سي والجراوند، وأيضا ربطنا الشيب سيلكت والريد إلى جراوند، سويناها أكتف، وعدنا سوينا كلوز لوب بين الانتربت والرايت، بين الاند اوف كونفرجن وستارت اوف كونفرجن. هنا عدنا الجراوند، الانالوج جراوند، الديجيتال جراوند، كلها ربطناها، والفي ان ايضا النيجاتيف كلها ربطناها سوية الى الارضي. طبعا ربطنا ايضا على الكلوك ار، قلنا مقاومة 10 كيلو ومتسعة 150 بيكو للحصول على الكلوك اللي نغذي به كلوك ان. بقى بس الفي ان، الفي ان هذا هو بوتنشيوميتر، هنا عندنا بوتنشيوميتر مربوط من جهه الى في سي سي 5 فولت ومن جهه الى جراوند. النقطه المتحركه او المتغيره هي راح نعتبرها الفي ان، الفي ان ربطناها الى بن 6، هذا بن 6 في ان بوزيتيف اوف دي اي دي سي 0804. طبعا احنا شلون راح نعرف الفي ان ايش قد مقداره؟ هنا ربطنا فولت ميتر حتى نعرف قيمة الفولت هي الان، الانبوت ايش قد راح تكون، اقراها من خلال الفولت ميتر حتى اقيس الفي ان. بنفس الوقت عندي ايش قد اعرف، شلون اعرف الفي اوت ايش قد مقداره، راح اعرفه عن طريق هذه الثمان دايودات اللدات. راح اشغل الدائرة الان وان نراقب الفي ان والفي اوت من خلال الفولت ميتر واللدات. الان انا راح ابدا من صفر، اصفر الفي ان، البوتنشيوميتر كما يبين امامنا نزلته الى اقل قيمه ممكنه اللي هي الان صفر. عندي الفولت ميتر دا يقرا لي صفر، هنا في ان صفر انالوج، الديجيتال 00 يعني بالهكسا صفرين، صفر يعني اوتبوت ما عندي ولا ليد اون. راح ابدي اغير، ازيد الفي ان، هنا بديت اغير انه اول ما غيرت الاو 5 صار عندي 50 ملي فولت، هنا اشتغل عندي 1 فصار عندي 03، اربع اصفار ب 0011 اذا 03. هذه الان هي الفولتيه المناظره لهذه الانالوج، وراح ازيد، كل ما ازيد صار عندي هنا 100 ملي فولت يعني 0.1 فولت الانبوت، عندي 5 يعني 05 0004 أربعة أصفار 0101، إذن عندي 5 بالأوتبوت كديجيتال أوتبوت. وهكذا كلما أصعد بالفولتية راح أصعد إلى مثلا 1 فولت وأشوف إيش قد يكون عندي بالواحد فولت حتى أحسب من عندها طبعا التحويلات، معادلة التحويل إنه كل واحد فولت إيش قد يقابل، هذا 1 فولت، الواحد فولت الآن يقابل لي بالهكسا بالأوتبوت 33 0011 0011، معناتها 33 بالهكسا يعني ايش قد بالنظام العشري، يعني 3 في 16 48 51 48 3. اذا الواحد فولت هنا عندي واحد فولت يعادل لي 3 51، كل واحد فولت ب 51، 5 فولت 51 في 5 يعادل لي FF 255، كل واحد فولت ب 51، الخمسة فولت تعادل لي FF 5 في 51 تطلع عندي 255، وهكذا راح أصعد بالفولتية إلى 2 فولت المفروض تطلع عندي 102، لأن الواحد فولت 51، وأستمر راح أصعد أراقب الثانية، عندي قراءة الفولت ميتر دا ألاحظها واحد، ودا ألاحظ قراءة الفولت ميتر راح اوصل الى 2 فولت، 2 فولت هسه عندي 2 فولت ايش قد هنا عندي 2 فولت 66 هكسا، 66 هكسا بالاوتبوت تعادل لي 2 فولت، 66 هكسا 6 في 16 96 زائد 6 102 اللي هي 51 في 2، هذه بالنسبه ل 2 فولت. اذا اخذ نص الفول سكيل اسويها 2.5 هنا عندي راح اوصل الى 2.5، طبعا هذه هي ال 2.5 هنا عندي بالضبط طلع عندي 127 او 128، نفس القراءه واحد بين 127 128، فهذه هو نصف بالضبط نصف ال 255 هي 127
او اللي يعني صير عندي 128، يعني 128 تكون 80 هكسا او 7F 127. هذه نص الفول سكيل، نص الفول سكيل اللي هو عادي، اللي بس البت الموست تكون زيرو، البقية سبع بتات كلها واحدات، يعني عندي 7F هذا نص الفول سكيل. وإذا أصعد طبعا إلى 3 فولت راح تشوفون القراءة كل ما دا أزيد بالأنالوج إنبوت، هنا عندي القراءة تصعد عندي بالأوتبوت. هذه هسه عندي إنبوت 3 فولت، فمعناتها عندي 9 9، عندي 3 فولت يعادل لي 99 بالهكسا، وهكذا أستمر إلى 4 فولت ثم إلى فول سكيل 5 فولت اللي تعادل لي المفروض اف اف. هذه راح اوصل الى الان الى 4 فولت، 4 فولت تعادل لي سي 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 0 1 1 0 0 1 1 0 0، يعني بالهكسا سي سي. اوكي، واصعد ايضا استمر بالصعود الى الفول سكيل باتجاه الفول سكيل، ونلاحظ هاي عمليه التحويل بالنسبه للفري رننج. فري رننج يعني يشتغل بدون انترفيسنج، بدون سي بي يو، بدون مايكرو كنترولر. هذه هي الخمسة فولت، هنا عندي اصبح بالفي ان 5 فولت فول سكيل، يعني بعد ما عندي اكثر من هاي الفولتيه هو الفول سكيل مالته 5 فولت، فخرج لي بالاوتبوت اف 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 يعني 255. هذا هو اللي قابل لي بالانالوج من عندها اللي طلعنا معادله التحويل، يعني الفول سكيل 5 فولت بالانبوت، الاوتبوت يكون عندي 255 او بالهكسا اف اف. او اذا نريد نغير بالاتجاه المعاكس طبعا نقدر نغير هنا لاي قيمه، ونلاحظ التحويل بين الانالوج والديجيتال، ايش قد في ان عندي انالوج وايش قد يقابله بالديجيتال اوتبوت. هذا بالنسبه للفري رننج. انتقل الان الى المحور الثالث، انترفيسنج اوف اي دي سي وذ مايكرو بروسيسور، ربط المعالج الدقيق مع الاي دي سي. شلون نربط الاي دي سي مع المعالج؟ بطريقه السمبل انبوت مود. ما هي طريقه السمبل انبوت مود؟ انه طريقه سمبل انبوت مود اشغله كانما فري رننج، الاي دي سي شغله مثل ما شغلنا بالطريقه السابقه الفري رننج، لكن الفرق شنو هنا؟ الفرق اللي عندنا بهاي الطريقه انه بدل ما اطلع الداتا اوتبوت على الدات اخذهن الى انبوت بورت، اصمم له انبوت بورت للاي دي سي، واصلا هو هذا موجود بداخل النوع من الاي دي سي، بداخله موجود البورت، فقط اهيئ له اوتبوت انيبل للبورت او اصمم انبوت بورت، ومن ثم ابدا اقرا الداتا الخارجه من الاي دي سي، بدل ما تروح الى الدات راح اقراها عن طريق السي بي يو او المايكرو بروسيسور. ولكن هنا عندنا نقطه، شلون راح اقدر اعرف ايش قد القراءه بدي اقراها؟ فمعناته اذا احتاج اسوي اوتبوت بورت، راح اربط وياها اوتبوت بورت حتى اقدر افتهم او اشوف القراءه اللي ايش قد يقراها السي بي يو، اخرجها الى اوتبوت بورت، والاوتبوت بورت اقدر اربط له مثلا لدات عليه. فهاي هي العمليه الانترفيسنج اوف اي دي سي وذ مايكرو بروسيسور بالسمبل انبوت مود، اربط الداتا اوتبوت اشغله بالفري رننج الوحده يشتغل اشغله، و هنا السي بي يو يقرا ايش قد ما موجود اخر قراءه موجوده في لحظه القراءه، يقراها السي بي يو ثم اخرجها حتى اشوفها ايش قد، اخرجها على اوتبوت بورت اللي موجود عليه مربوطه اللدات، حتى او عن طريق الافوميتر اقيس الفولتيه على كل اطراف الاوتبوت بورت حتى اقدر اشوف كل بن ايش قد. هذه هي الدائره، ننتقل الان نشوف نربط الدائره ونشغلها. هذه هي دائرة أمامنا، تظهر الآن دائرة الاي دي سي. الاي دي سي عن طريق انبوت بورت، انبوت بورت راح اقراها عن طريق الداتا باس للسي بي يو، هذا هو ال 886 سي بي يو عندنا هنا، عندنا هذا هو السي بي يو، فراح اقرا الداتا اللي موجوده هنا. طبعا الاي دي سي شغلته مثل ما كان موجوده في الربط السابق، ربطت له طبعا انبوت بوتنشوميتر وقيس الفولتيه
إدخال input voltage analog عن طريق الفولتميتر وأيضا RC للكلوك وربطت أيضا أقدر هنا شوية نكبرها ربطت الشيب سيلكت والريد إلى ground أرضي وعندنا الانتربت مع الرايت يعني الـ end of conversion ويا الـ start of conversion سويتها كروس اوفر شورت سيركت ربطتين حتى يستمر بالعمل مالته. اوكي هذه الداتا اوتبوت هنا أنا بدل ما ربطناها الى الدات ربطتها الى input port. هنا عندي input port طبعا هذا الـ input port شغلته عن طريق عنوان هنا أنا address decoder خليت له address decoder هنا أنا سويت العنوان وشغلته حتى أقرأ عن طريق الداتا بس السي بي يو راح يقرأ لي هاي البيانات الموجودة بالأوتبوت عن طريق هذا البورت يقرأهن هنا أنا ونرجع نخرجهن إلى صممنا أوتبوت بورت اللي هو 373 أوتبوت بورت فخرج للبيانات أيضا عن طريق الداتا بس وعن طريق الديكودر هذا ادريس ديكودر هنا ايضا ربطنا له عنوان شغلنا عن طريق الداتا بس والادريس بس ايضا هنا موجوده على الاوتبوت بورت هذا الاوتبوت بورت الاوتبوت الاخراج مالته اللي هي كيو 0 الى كيو 7 موجوده مجموعه من اللدات على كل بن ربطنا لد حتى نقدر نشوف ايش قد القراءه اللي تتم اقراءها السي بي يو راح نشغل الدائرة ونشوف عمل الـ ADC في هذا المود بنفس الطريقة أيضا راح أكبرها شوية للصورة حتى أقدر أقرأ القراءات هنا عندي هذا هو الـ ADC وهذا هو عندي هنا الـ Output Port الـ ADC الآن الفولتميتر دا يقرأ قراءة 3.2 أم أيضا راح أقللها أبدأ من الصفر أنزلها للفولتية وانتقل بالفولتية الى زيرو حتى اشوف القراءات ايش قد يقرأ عندي الاوتبوت الان عندي الفولت ميتر زيرو معنات نزلت البوتنشوميتر الى الارضي في ان زيرو هنا الاوتبوت اللي هي من دي بي كلها زيرو ازرق هاي النقاط زرق ازرق تنتقل الى الانبوت بورت الانبوت بورت يعبرها الى الداتا باس تنتقل عن طريق الداتا باس الى الـ 886 سي بي يو السي بي يو يقرأ هاي البيانات ثم يخرج ليها الى هذا ال 373 الاوتبوت بورت عن طريق الداتا بس فكلها ازرق فمعنات اللدات كلها مطفيه اذا عندي الزيرو انبوت يعادل لي زيرو اوتبوت راح ابدا هنا انا ابدي اغير بالسيجنال انبوت فراح ازيدها هسه عندي 100 ملي فولت الانبوت 0.10 يعني 100 ملي فولت عندي الاوتبوت 0.5 بالهكسا يعني عندي 5 اوكي هنا انا اشوف شلون هنا الانبوت هنا تغير الاوتبوت عندي هذا صار 2 حمر هنا انتقلت الى هذا البورت الانبوت بورت 101 وانتقلت عن طريق الداتا باس للسي بي يو والسي بي يو خرج لياها الى هذا الاوتبوت بورت ايضا 101 واللي هي شغلت لي بس اللدات اذني الاول والثالث يعني قيمته عندي 0.5 بالاكسا 0.01015 راح استمر هنا طبعا بالصعود راح اصعد ايضا الى 1 فولت مثل ما سويت بالتجربه السابقه طبعا كل ما دا اغير هنا عندي دا تتغير الاوتبوت مقابلها بالضبط وياها هنا عندي 1 وصلت الان هنا عندي بالانبوت نظمت السيجنال رتبت البوتنشيوميتر الى 1 فولت 1 فولت ايضا هنا أنا انتقلت طبعا الى الاوتبوت من الاوتبوت الى الانبوت بورت من الانبوت بورت عن طريق الداتا بس انتقلت الى السي بي يو سي بي يو رجع لياها يخرجها عن طريق ايضا الداتا بس يخرجها الى اوتبوت بورت والاوتبوت بورت هذا هو اللي رابطين عليه اللدات فصار عندي 1 يعني من اليمين 1100 1100 فمعناته عندي 33 بالهكسا ايضا الاوتبوت اللي قابل 1 فولت يعني 51 3 في 16 48 زائد 3 51 وهذه هي الداتا الموجوده على الاوتبوت بورت 0011 0011 بالضبط نفس اللدات نفس اللدات هذا هو ما يناظر ال 1 فولت فايضا اذا استمر بالتغيير مثلا اوصل الى 2 فولت يطلع لي المفروض 151 في 2
102 طبعا يطلع لنا المفروض. هذا هو ال 2 فولت، 2 فولت تحولت البيانات الى اوتبوت، هنا حوليها الاي دي سي الى ديجيتال عن طريق الانبوت بورت، مره ثانيه نقراها تنتقل عن طريق الداتا بس الى السي بي يو، والسي بي يو راح يرجع يخرج ليها الى اوتبوت بورت اللي رابط عليه الدات. هنا عندي البيانات هي 66 بالهكسا 0110 0110، معناته 6 في 16 96 زائدا 6 102، اللي هي تعادل 51 في 2، لان كل واحد فولت ب 51، فقلنا اذا 5 فولت تطلع 255، 2 فولت يعني عندي تطلع لي شقد 2 فولت 102، اذا 3 فولت 3 في 51 يعني 153، 4 في 51 يعني ايش قد يطلع عندي 204، 5 في 51 يعني يطلع عندي 255. وهنا انا راح نسوي هاي التجربه العمليه، راح اصعد بالفولتيه اغير اذا السيجنال تغيرت عندي، طبعا كل ما دا اغير بالسيجنال الاوتبوت دا يتغير عندي، طبعا هاي حسب البرنامج اللي انا كاتبه على السي بي يو، برنامج التشغيلي لهذه التجربه كاتبه يقرا الاي دي سي عن طريق الانبوت بورت ويخرج لي اياها نفس البيانات ما يغيرها، يرجع يخرج لي اياها على الاوتبوت بورت. هذا هو 3 فولت، 3 فولت هي 99 هكسا، يعني 99 هكسا ل 3 فولت، يعني 99، 9 في 16 زائدا 9 يعني تطلع 153، اللي المناظرة الديجيتال اوتبوت او الكوانتايزنج ليفل المناظر الى الانالوج سيجنال انبوت 3 فولت. هذا هو الكوانتايزنج ليفل اللي طلع لي 99 يعني 99 هكسا مقابلة القيمة المناظرة الديجيتال الاوتبوت لما تكون الانبوت 3 فولت. اوكي، واستمر هنا بالصعود، راح اصعد بعد الى 4 فولت وثم الى اوصل الى ال 5 فولت. هذه هي ال 4 فولت، ال 4 فولت الان عندي انبوت 4 فولت يقابلها سي سي بالهكسا سي سي، يعني 12 في 16 زائدا 12، هاي اذا تتحولها الى 20 تعادل 204، 204 لان 51 في 4 204. وانتقل اخيرا الى الفول سكيل، انا صاعد باتجاه الفول سكيل، راح اغير الفي ان، هنا الفي ان دا ازيده، هذا هو الفول سكيل 5 فولت، 5 فولت بالفي ان فول سكيل يناظرها، طبعا يناظرها عندي بالاوتبوت اف 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 يعني 255، هذا هو الفول سكيل هنا ما يناظرها ال 5 فولت. اذا اصغرها الدائره حتى تشوفون الدائره كامله، نشوفكم الدائره شويه كامله تشوفوها، هاي هي الدائره كامله، اعيد شرحها باختصار. طبعا عندي اي دي سي، هنا عندي اي دي سي يشتغل بالفري رننج، اوقفها الدائره، هنا عندي اي دي سي يشتغل وحده مشغله عن طريق ربط الفري رننج مثل ما بالتجربة السابقة، نعطيه في ان وايضا نقيس الفي ان عن طريق فولت ميتر. الاوتبوت مال الاي دي سي رابطها على انبوت بورت، انبوت بورت بالنسبة للسي بي يو، طبعا اوتبوت بالنسبة للاي دي سي، لكن احنا نشوفها من وجهة نظر السي بي يو، بالنسبة للسي بي يو هو انبوت بورت، هاي الداتا تدخل للانبوت بورت وعن طريق الداتا بس، هذا الداتا بس هنا عندي عن طريق هذا الداتا بس تنتقل الى ال معالج اللي هو 8086. هنا 8086 راح يقرا هذا البورت، طبعا مسوي له ديكودر، هذا الادريس ديكودر هنا، هذا هو جزء الديكودر، مسوي له عنوان اللي ماخذ الادريس بس والكنترول بس حتى يشغل البورت في الانبوت بورت. هذا الديكودر هو هنا عندي الديكودر يشغل لي الانبوت بورت، طبعا الديكودر هنا مستخدم من اي 0 الى اي 7 اوكي، ويا هاي الكنترول بس الكنترول سيجنال اللي هي ميموري اي او والريد والرايت. طبعا
حسب الحاجة read أو write. هذا هو هنا أنا عندي الديكودر للبورت, هذا input port. هنا الجزء الثاني من التجربة بعد ما يكمل CPU قراءة البيانات من البورت يرجع يخرج ليها إلى output port 74373 output port, أيضا مسوي له address decoder عن طريق هاي الدات address bus, address bus والcontrol bus اللي هو ال IO والرايت والسيجنال اللي يسوي لي انيبل لهذا اللاتش. الاوتبوت النتائج النهائيه رابطها على 8 لدات حتى اشوف القراءه. فعندي هنا الانبوت وهذا الاوتبوت. هذه هي التجربه, راح اعيد تشغيلها كامله. الدائره هنا هسه عندي الانبوت مالتي 5 فولت, انبوت 5 فولت يقابلها, فكلما راح اغير الانبوت اقللها تشوف هنا عندنا اوتبوت ايضا ده تتغير قيمته بالضبط. ايش قد قيمه الانبوت ده يكون يطلع لي كوانتايزنج ليفل المقابل القيمه الرقميه الديجيتال المناظره لهذه السيجنال الادخاليه الانالوج سيجنال انالوج انبوت. ايش قد ما تكون اكو لها قيمه مناظره موجوده على الاي دي سي اوتبوت. اوكي, هذه فكره التشغيل هنا أنا بالسيمبل مود. دا اغير من بديت من 5 فولت, دا اغير دا انزل, دا انزل بالفولتية. اوكي, مستمر بالنزول وعندي الاوتبوت ايضا دا يغير وياها. كل ما اغير بالقيمة الاوتبوت دا يتغير هنا عندنا وصولا الى اقل قيمة. طبعا هي تكون عندي البوتنشيومتر هو زيرو, من اوصل الى زيرو بالبوتنشيومتر زيرو فمعناته انه تطلع لي زيرو اوتبوت. هاي الطريقه المود نسميها السمبل مود, يعني البورت انه فقط اقرا قراءه عشوائيه. ايش قد ما تكون القيمه موجوده بالاي دي سي اقراها في تلك اللحظه, اقراها عن طريق السي بي يو ومن ثم اخرجها على الاوتبوت بورت. ننتقل الان الى المحور الرابع, interfacing of ADC with microprocessor handshake mode, ربط ال ADC مع المعالج الدقيق بنمط الهانشيك أو نمط المصافحة. ما هو نمط المصافحة؟ نمط المصافحة هنا تكون القراءة not random, مو عشوائية إنه أقرش موجود بال ADC في آخر قراءة أقراها و أعرضها على الأوتبوت بورت مثلا. نانا لا, هانشيك عملية متسلسلة متزامنة. راح تكون عندي أبدأ التحويل في اللحظة اللي أحتاج بها أخذ سامبل من السيجنال, أخذ سامبل قراءة. هنا البروسيسر حسب برنامج راح يبدي عمليات متسلسلة. إذن أول ما أبدأ أنطي أخرج السي بي يو ينطيني سيجنال start of conversion. start of conversion قلنا هي مثل عملية شون السلف مال السيارة اللي يبدي تشغيل السيارة. start of conversion يبدأ عملية التحويل, يبدي يشغل الريسيت, يسوي الكاونترات ويشغلها ويبدي يشتغل الـ ADC حسب نوعيته counter type, successive approximation أو غير. هنا عندي تبدأ عملية التحويل, CPU يدخل في waiting loop, يبدي ينتظر أني إتمام العملية اللي الاي دي سي الى ان ينجز العمليه ينطيني اشاره. شنو هي الاشاره؟ ينطيني اشاره end of conversion. السي بي يو يبقى ينتظر, هذه في لوب ينتظر هذه الاشاره end of conversion عمليه انهاء التحويل. لما تجيني هاي الاشاره يستلم الاشاره السي بي يو end of conversion, البرنامج ينتقل الى المرحله الثالثه اللي هي قراءة الداتا الموجودة بالبفر الاوتبوت بفر بالاي دي سي. شكو موجودة بيانا صارت بالمنفذ الاخراج مال الاي دي سي, خرج لي اياها السي بي يو يقراها في تلك اللحظة. هذه هي عملية يسموها الهانشيك. وثم اذا يريد يقرا قراءة ثانية يقرا قراءة سامبل اخر او يروح يذهب الى خطوة اخرى بالبرنامج حسب ما احنا نكتب بالبرنامج. هذه الطريقة نسميها interfacing of ADC with microprocessor in handshake mode, نربط الدائرة ونشغلها.
هذه هي دائرة الهان شيكينج مود بالنسبة للـ ADC. نشرح الدائرة باختصار. الدائرة أيضا تتكون من ADC، هذا هو الـ ADC، طبعا نفس النوع اللي نستخدمه ADC 0804. هنا عندي الانبوت عن طريق البوتنشيوميتر انبوت أو سنسر، وأقرأها عن طريق هذا الفولت ميتر. هنا عندي طبعا هنا الـ start of conversion والـ end of conversion، وكلها راح تتم عن طريق الـ CPU. عندي هنا start of conversion راح أخذه من الحاسبة من الـ CPU عن طريق signal أولدها بالبرنامج، وأيضا الـ end of conversion أقرأها عن طريق الـ CPU. هنا أيضا عندي الـ output، هنا رابط الـ output output port، طبعا رابط الشيب سيلكت والريد الى جراوند. ليش؟ لان انا الريد ما احتاج، انا راح اخليها شفافه تنطيني اياها للانبوت بورت. طبعا انا في تجربه اخرى راح الغي هذه البورت، هذا راح الغي لهذا البورت الانبوت بورت للحاسب. هذا الانبوت بورت هو موجود ضمنيا داخل الاي دي سي هذا النوع، فما احتاج اسوي له بورت اخر. اوكي، اعتمد على البورت الداخلي واستخدم الريد. هنا الريد انا لاغيها، مسويها اكتف ارضي. ليش؟ لانه اللي راح اسوي الكنترول على هذا البورت، على هاي البنات الاي او ريد اللي اخذها من هذا الجزء. عندي هنا ديكودر لهذا البورت، فاشغل هذا البورت من ديكودر الاي دي سي، راح ياخذ الانالوج سيجنال يحول لي اياها للبفر، تنتقل للانبوت بورت شفاف انتقال مباشر، لانه الريد دائما مسوي اكتف لو رابطه، فتطلع البيانات راسا تجيني للانبوت بورت. هنا الانبوت بورت هنا راح اقرا اندر كنترول اوف ذا سي بي يو. السي بي يو من يريد يقرا ينطيني اشاره لهذه الاي او ريد مال هذا الانبوت بورت، يقرا البيانات. طبعا شو يقراها ورا ما استلم اند اوف كونفرجن، هاي السيجنال اللي تجيني الاند اوف كونفرجن تجيني من مين؟ تجيني من الاي دي سي. اوكي، راح اقراها من هنا عن طريق end of conversion، اقراها عند id 0 اللي هي داتا بس نمبر 0، اقراها من عن طريق هذا العنوان الادرس. هنا مسوي الادرس لهذا البورت input port، اقرا هاي end of conversion، هنا اقراها توصل للسي بي يو. سي بي يو من يستلم هاي الاشاره يقرا البورت الداتا الموجوده بالاي دي سي يقراها. ورا ما اقراها انتقلت البيانات الى الاكيوميليتر. هنا انا حر التصرف بها، ايش اريد اسوي بها اسوي بها كيفي بالبرنامج. شو مسوي انا في هذه التجربه؟ ورا ما استلم البيانات ارجع اخرجها الى اوتبوت بورت، هذا الاوتبوت بورت اللي رابط عليه مجموعه لدات عن طريق الداتا بس. طبعا شلون اشغل هذا الاوتبوت بورت؟ ايضا عن طريق ادريس ديكودر. هنا نعطي عنوان من الادريس بس وكنترول سيجنال، هنا أولد له الـ IO write، هنا IO write، بينما هذا أولد له IO read. IO read أشغل بها الـ input port، الـ IO write أشغل بها الـ output port. لاحظ هذه الدائرة كم port عندي؟ 4 portات، أحتاج 4 portات، 3 للـ ADC، 3 للـ ADC، واحد هو start of conversion، واحد هذا start of conversion، وواحد عندي end of conversion، هذا هو end of conversion، واحد للoutput enable للقراءة، هذا البورت الثالث للقراءة، واحتاج ايضا بورت رابع اللي هو هذا البورت output port الاخراج. معناتها عندي 4 بورتات في هذه الدائرة. اوكي، هذا البورت اللي هو start of conversion output port، وعندي input port، 2 input port و2 output port. 2 input اللي هي واحد لل end of conversion اقرأ، واحد اقرأ البيانات. اوكي، I read من اقرأ البيانات، واثنين واحد يسوي لي start of conversion output port، وعندي هذا الاوتبوت بورت ايضا احتاج 4 عناوين. فعندي 4 بورتات، كل واحد مصمم لها عنوان وكاتب البرنامج حتى يقوم بهاي العملية المتسلسلة اللي يسموها هانشيك. الان اشغل الدائرة، شغلت الدائرة وطلعت لي القيم الموجودة أمامكم، إيش قد الأنالوج وإيش قد الأوتبوت. راح أكبرها حتى نلاحظ القيم الموجودة، وأيضا أغيرها من الزيرو. هاي هنا عندي صار السعدي الفولت ميتر والأوتبوت دا أقرأ. أبدي أيضا أقدر أنزل نحو الصفر،
زيرو انبوت زيرو فولت، نزلت البوتنشيومتر سنسر الى زيرو، الاوتبوت عندي زيرو، فراح اصعد هسه بالقيم 1 فولت، كل ما اصعد 1 فولت اوقف حتى اشوف القراءه ايش قد راح تكون. هذا هو الواحد فولت، هذا هو الواحد فولت عندي هنا بالضبط 1 فولت، هنا عندي 33 ايضا يعني 51، 33 هكسا يعني بالنظام العشري 51. اوكي، القيمه المناظره او الكوانتايزنج ليفل اللي مناظر الى الواحد فولت انالوج انبوت سيجنال. اصعد الى 2 فولت والاحظ القراءه، وهنا راح اوصل الى 2 فولت. اوكي، هذه هي 2 فولت، وهذا هو عندي طلع 66، 66 هذه مناظره ال 2 فولت. طبعا هاي العمليه كلها تتم، لو تلاحظون هنا البورتات كلها تشتغل هاند شيكينج، اذا تلاحظون البورتات هنا كلها تشتغل، هذا الاي دي سي يشتغل احمر والازرق هاي الاضويه، وهنا هذا البورتات شوف كلها شغاله تشتغل بالتسلسل، عمليات متسلسله حسب ما كاتبه الاعازات بالبرنامج، اعاز بعد اعاز، ايش كاتب بالبرنامج؟ هو دا يمشي البرنامج ينفذ الانستركشنز انستركشن باي انستركشن. هاي البورتات الادريسات الادريسنج والكنترول سيجنال كلها شغاله، الاحمر والازرق شوف التغيرات اللي تصير عندنا. اوكي، هذه هي البورتات. ارجع الى الاي دي سي واغير واشوف التغييرات اللي تصير عندي. ايضا اوصل الى 3 فولت، اسوي السيجنال 3 فولت، وايضا عندي 99 بالهكسا اللي تناظر 3 فولت، واروح ايضا الى 4 فولت. هذه هي ال 4 فولت السي سي بالهكسا، هنا اتعادل لي 4 فولت، وثم اوصل الى الفول سكيل، هذا هو الفول سكيل 5 فولت. هنا كل الاوتبوت مال الاي دي سي اصبح عندي اف اف، الانبوت بورت يقرا اف اف، توصل للسي بي يو يرجع لي اياها الى اوتبوت بورت اف اف. هذا هو عمليه الانشيك مود. طبعا الدائره شويه بيها تعقيد مو سهله، هذا التصميم كامل هنا عندي اعيده باختصار، عندي سي بي يو، اوقف الدائره حتى اشر عليها، هذا هو سي بي يو البروسيسر من نوع 8086، طبعا ويا لاتش، هذا احتاج هنا لاتش 74373. ليش احتاج هذا اللاتش؟ اسوي عمليه دي ملتيبلكسنج، لان الادريس داتا بس مشترك بين الادريس والداتا، فلازم افصلهم الداتا عن الادريس، احتاج هذا البورت او هذا الدي ملتيبلكسنج. هنا اسوي اطلع الادريس، منها يصير عندي هنا يصير عندي داتا بس، وهنا يصير عندي ادريس بس. اوكي، هذا بالنسبه للسي بي يو. هنا ايضا عندي الجزء الثاني هو الاي دي سي، هذا الاي دي سي هو مشغله بالهاند شيك مود، بالهاند شيك مود احتاج 3 بورتات يشتغل ويا الهاند شيك مود بالتسلسل، ستارت اوف كونفرجن، اند اوف كونفرجن، output enable. هنا أنا ضفت بورتات، بورت ادخال اضافي طبعا، هذا زايد راح اشوف لكم اياه بدائره اخرى، راح اشيل هذا ما ياثر على الدائره بس اغير الديزاين، راح اشيل هذا البورت اربط الاوتبوت هنا الاوتبوت مال الاي دي سي راح اربطها دايركت الى الداتا بس. بس شنو عندي هنا؟ هنا استخدم هنا الريد، هنا مسويها دائما اكتف لو انيبل رابط الارضي، فمسوي الكنترول على هذا البورت، الداتا شلون تدخل للسي بي يو داتا بس عن طريق هذا الكنترول اللي اخذه من هذا الجزء اللي مسميه هنا اي او ريد، هذا هو جزء التشغيل الخاص بالانبوت بورت. من اشيل لهذا الدائره نشوف لكم اياها بعد قليل، اشيل لهذا البورت واستخدم البورتات الداخليه، فلازم افتح ايضا اضيف هنا سيجنال للريد اللي هي output enable، اسوي لها كنترول، انقل هذا الكنترول من هذا البن هذا الاطراف البورت انقلها الى هذا الطرف، وهذا هو بالنسبه للاي دي سي. 3 بورتات تحتاج، واحد الى output enable،
وقلنا واحد start of conversion هذا هو start of conversion واحد end of conversion أقراها هنا end of conversion بس نشوف الستارت هذا هو البورت الستارت of conversion هذا هو الستارت of conversion هنا عندي start of conversion هنا أنا. أوكي وهذا هو اللي يقرا لي الاند اوف كونفرجن هذا اوتبوت بورت هذا هنا انبوت بورت اقرا اشاره نهايه التحويل اند اوف كونفرجن عن طريق اي دي 0 البت رقم 0 مال الداتا بس اي دي 0 انا اقراها اوكي هذا بورتين وهذا البورت الاول قلنا اللي هو اوتبوت انيبل عندي ضايف بورت اخر لتوضيح القراءات اللي يقراها هنا أنا ايضا عندي بورت رابع وهي الدائره عباره عن سي بي يو ولاتش اللي هو دي ملتيبلكسنج الادريس وعندي اي دي سي هذا هو الاي دي سي من نوع O8O4 هذا هو الاي دي سي ومستخدم اوتبوت بورت لاظهار النتائج هذه هي دائره الاي دي سي انترفيسنج بالهانشيك مود هذه الدائرة الأخرى اللي قلنا غيرناها شلنا حذفنا البورت الزايد قلنا بورت نقدر هو موجود داخل الـ ADC هنا عندنا داخل الـ ADC موجودة بورت input port فرأسا أقدر أربط الداتا of the ADC output التحويل الديجيتال أربطها رأسا إلى الأدريس بس هنا لكن هنا أحتاج أستخدم أفتح الريد اللي كنت رابطة للجراوند أنطي كنترول من هذا البورت اللي سمينا output enable اربطها الى هذا الريد اوكي البقية الاجزاء هي نفسها طبعا هذا هو السي بي يو نانا اللاتش اللي غرض من عنده قلنا دي ملتيبلكسنج للادريس بس حتى يفصل لي الادريس من الداتا بس هنا عندي ادريس بس هنا عندي داتا بس هذا الاي دي سي واحتاج لثلاث بورتات الاي دي سي بورت للستارت اوف كونفرجن هذا هو بورت ستارت اوف كونفرجن اشغله وثم بورت اخر لقراءه الاند اوف كونفرجن هذا البورت الثاني يقرا لي الاند اوف كونفرجن ورا ما يكمل انتقل الى قراءه البيانات افتح هذا البورت الداخلي عن طريق الاوتبوت انيبل هذا البورت الثالث اذن ثلاثتهم البورتات عائده لمن الى الاي دي سي طبعا عندي بورت رابع هذا هو البورت الرابع اللي اشغل به الاوتبوت بورت ضايف اوتبوت بورت خارجي اضافي اكسترنال هذا اوتبوت بورت ايضا ضايفه ضايف له عنوان رابع حتى اشوف اقرا النتائج القراءات اللي دي يقرا لي اياها الاي دي سي طبعا هذه الدائره افضل من الدائره السابقه ليش؟ لانه لغينا بورت انبوت بورت هنا انا كان ما له داعي لان هو اصلا الاي دي سي هذا مصمم بهنا اوتبوت بورت output port بالنسبة لل ADC طبعا يخرج لي بس لل CPU هو input port فعندي input port داخل ال ADC فقط أولد له control signal اللي هي output enable أو هنا أنا مثل ما مسميها في هذا النوع يسموها read مسميها read هاي ال output enable الآن راح أشغل هاي الدائرة ونشوف النتائج ايضا هسه عندي هنا حتى اشوف النتائج اكبرها للصوره اكبر الدائره شويه حتى اشوف الفولت ميتر هذا عندي هنا الفولت ميتر الفولت ميتر راح اصفره طبعا ابدي من الصفر اغير الانبوت السنسر الانبوت راح ابدا من الصفر فاشوف الاوتبوت كله صفر هنا 8 وابدي اصعد ايضا راح اصعد الى 1 فولت واراقب شوف التغييرات اللي تصير كل ما اغير القيمه الاوتبوت مال الاي دي سي دا يغير طبعا 1 فولت هنا عندي سيجنال انبوت 1 فولت هنا عندي ايضا 33 هم هنا 51 نفس القيم وراح استمر طبعا بالصعود نفس التجربه السابقه طبعا راح اوصل 2 فولت و3 فولت وثم 4 فولت وثم الفول سكيل ونشوف هاي منا معادله التحويل حتى نفتهم اشوف ال2 ونص ايش قد اللي هو نص الفول سكيل 2 ونص هذا 2 ونص بالضبط 127 يعني 3 7 اف 7 اف
يعني 0 1 1 1 1 1 1 1 ثم أصعد 3 و 4 أوكي هنا أصعد إلى 4 فولت في كل قراءة موجود ما يناظرها أربعة فولت هذا الأربعة فولت ويعادل لي سي سي هذا الأربعة فولت يعادل لي السي سي وثم أصعد بعد إذا صعدت إلى الفول سكيل الخمسة فولت اللي هي المفروض تطلع لي الأف أف هذا هو الخمسة فولت هنا عندي أف أف 255 نفس طريقة التحويلات وإذا أنزل بنفس الطريقة هنا تلاحظون التغييرات شلون تشتغل ريل تايم اي سيستم تشتغل بالريل تايم طبعا ريل تايم سيستم هذه هي بالحقيقة هاي الدائرة هي ال اي دي سي انترفيزنج تو سي بي يو ان دي هاند شيك مود ان دي هاند شيك مود اوكي هذا هو الهاند شيك مود دائرة طبعا هذا الديزاين مطلوب هذا الديزاين مو بهالتفاصيل الدقيقة يعني باختصار ديزاين تقريبي تسوي مطلوب من عندكم هذا الديزاين يتكون من CPU و ADC الADC يحتاج ل 3 ports 3 portات الADC يحتاج ل start of conversion port هذا الجزء start of conversion port ويحتاج ل end of conversion عفوا هذا start of conversion port وهذا هو ال end of conversion port start of conversion و output port طبعا من ال CPU الى ال signal تجي لل ADC start of conversion البورت الثاني هو end of conversion هذا هو ال end of conversion هو input port بالنسبة لل CPU هنا ومن ثم عندي ال read او ال output enable هذا ال output enable هو اللي يفتح لي البورت مال ال ADC حتى يمرر البيانات من ال ADC الى الداتا بس اذا عندي ويا ال ADC ثلاث بورتات احتاج ثلاث بورتات هذا هو ال ADC ثلاث بورتات ويا بالهانشيك هنا ضايفين بورت اضافي رابع لحتى نشوف النتائج اللي داخل السي بي يو شلون اقراها النتائج اللي على الاكيوميليتر اللي قراها الاكيوميليتر او السي بي يو قراها من الاي دي سي ما تبين عندي فاحتاج بورت للاظهار هذا البورت هو وهذا هنا عندي الديكودر مالته اللي بالادريس باس والكنترول باس حتى اشغل هذا البورت هاي الطريقه اللي سميناها هي طريقه انترفيسنج اوف اي دي سي وذ مايكرو بروسيسور in the handshake mode انتقل الآن إلى المحور الخامس اللي هو interfacing of ADC with microprocessor بالinterrupt mode طبعا ما هو الinterrupt mode هنا الinterrupt mode بدل ما أنا أبقى أنتظر end of conversion طبعا أسوي بالبرنامج start of conversion مثل الطريقة السابقة start of conversion لكن هنا اللوب الويتنج waiting loop of the end of conversion ما راح البرنامج يبقى ينتظر السيجنال تجي end of conversion البرنامج يروح يستمر بإنجاز الأعمال اللي يقوم بها مني يكمل ال ADC ال end of conversion بدال ما أقرأها بالسي بي يو عن طريق البورت ال end of conversion وين نربطها نربطها إلى أحد أطراف المقاطعة الموجودة على السي بي يو وبهذا يدخل البرنامج في برنامج interrupt I service interrupt service routine ISR interrupt service routine فالبرنامج هنا يتقاطع الرئيسي وينتقل إلى interrupt program يروح يقرأ الداتا يقرأها للداتا ومن يكمل قراءتها يرجع يسوي مثلا قراءة جديدة يسوي start of conversion ويرجع يكمل البرنامج الرئيسي هذا هو الفرق يستغل الوقت نستغل الوقت بدل ما نبقى في waiting loop أوكي نسوي شغلات أخرى بالبرنامج ونظل ننتظر المقاطعة المقاطعة ومن يكمل الـ ADC التحويل مالته هو يسوي interrupt يقطع البرنامج يقاطع لنا البرنامج الرئيسي ومن ثم يدخل في interrupt service routine
نفس الدائرة هذه هي نفس هاي الدائرة عندنا. الفرق هنا أنا بدل ما أجيب الأوتبوت إنيبل، هذا الأوتبوت إنيبل وأقرأ هاي الداتا، هنا أقرأ الداتا العفو أبقى هنا أنتظر هنا بالطريقة العادية، هذا end of conversion، أبقى هذا البورت يلغي إن شاء الله end of conversion، ماكو داعي أنه أسوي له بورت وأقرأ عن طريق السي بي يو، وإنما الـ end of conversion رأسا من السي بي يو اللي هي اسمها الانتربت، هنا أنا اسمها الانتربت، هذه الـ end of conversion بدل ما تجي لهذا البورت وتنقل إقراها السي بي يو تربط إلى أحد أطراف الانتربت داخل السي بي يو، فمن يكمل تحويل مالته الـ end of conversion تدخل لنا السي بي يو في برنامج مقاطعة اللي هي انتربت وتم القراءة داخل هذا البرنامج المقاطعة. إن شاء الله من نوصل إلى الانتربت، إذا وصلنا للانتربت نشغل لكم إياه لهذا البرنامج بطريقة المقاطعة. ننتقل الآن إلى Practical ADCs، ما هي ADCs الموجودة Practical؟ إذا ننزل للأسواق المحلية نشتري ADC نسوي عليه تجارب الأنواع والشركات والمواصفات، فأحسن طريقة نقدر ندخل إلى Library of the Library مالت البروتاس ونشوف أنواع عديدة جدا طبعا من الأنواع البراكتيكال. الآن دخلنا في اللايبراري، هاي اللايبراري نقدر نشوف هذه الأنواع ADC 0801 8 بت مايكرو بروسيسور كومباتبل ADC 8 بت 100 مايكرو سكند كونفرجن، هذا هو الكونفيجريشن مالته والنوع مالته 801. طبعا عندنا أنواع أخرى مثلا هذا ال 802 ADC 0802 ADC 0803 تقريبا نفس الكونفيجريشن بس المواصفات كلها 8 بت، هاي امامنا المواصفات نقدر نقراها، هذا نوع اخر من الاي دي سي، اي دي سي 08031 طبعا هذا ايضا 8 بت، ونستمر نقدر نشوف انواع عديده جدا طبعا من الاي دي سي. اكو هاي كل اللي اخذناها الانواع لحد الان مرت علينا هي سنجل شانل يعني اشاره واحده، بينما اكو اي دي سي بها مجموعه من اكثر من 8 شانل مثلا بها، وليس اكو بها سيريال واكو بارالل، هاي شفناها كلها بارالل كانت، لكن اكو انواع سيريال، اوكي سيريال واكو 8 بت واكو مالتي شانل تختلف حسب المواصفات. مثلا هذا هنا عندنا 11 شانل اي دي سي 811 هذا ب 8 بت سيريال اي او اي دي سي وذ 11 شانل ملتيبلكسر 8 بت هذا ب 11 شانل 11 سيجنال ممكن. هنا عندي الانواع هذه كلها 8 شانل مثلا اي دي سي 0808 8 شانل 8 بت 8 شانل يعني ب 8 اي دي سيات بداخله اوكي، وبي ادريس لازم اسوي سلكشن على الشانل اللي اريدها اوكي، طريقه عمله وبرمجته تختلف. طبعا هنا عندنا انواع جدا عديده جدا من كلها اي دي سي، فبها سامبل اند هولد، بها انواع اخرى مواصفات، هذا 16 شانل اي دي سي 0817 هذا 8 بت مايكرو بروسيسور اي دي سي وذ 16 شانل 16 شانل هذا بي يعني 16 اي دي سي، هذا 19 شانل اي دي سي 0819 اوكي، ونقدر نشوف انواع عديده جدا من الاي دي سي. الاي دي سي هو بالحقيقه العمود الفقري لتصميم المنظومات الزمن الحقيقي، يعني ماكو منظومه تتعامل مع الاشارات العالم الخارجي اذا ما بها اي دي سي، لازم بها نحتاج الاي دي سي، وهذه كلها أنواع مختلفة من الـ ADC أوكي؟ 8 بت أنالوج دات أيضا هذا 8 بت مايكرو ADC وذ ملتيبلكس أوبج، أنواع عديدة جدا طبعا من الـ
هذه تدخل إلى اللايبراري. أنا عندي 10 بت طبعا هذا ADC 1001 10 بت مايكرو بروسيسور كومباتبل ADC. أوكي هاي كلها 10 بت هاي الأنواع الجديدة اللي نمر عليها السريع. طبعا آلاف آلاف الأنواع من الADC موجودة لأن عشرات أو مئات الشركات تنتج من هذه الإلكترونيك كومبوننت المهمة جدا. طبعا هذا 12 بت هنا عندنا 12 بت ADC 12 بت وعندنا 8 بت و10 بت أيضا أكو 16 بت هاي كلها 12 بت هنا. أوكي أنواع مئات مئات الأنواع من الADC. أوكي بها بارالل وبها سيريال أيضا. تقدر تطلع على الشركات وعلى الكتالوجات وأيضا أي ADC تريد الداتا شيت تقدر تشوفها من عن طريق الجوجل أو عن طريق النت تسحبها وتطلع عليها وتشوف مواصفاتها وطريقة ربطها واستخدامها. وبهذا تكون المحاضرة قد تمت بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا للاستماع.